بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في محاضره جديده في كورس كوميونيكيشن سيستمز 1 مع حضراتكم دكتوره نهال فايز، استاذ بهندسه المنصوره. ان شاء الله هنبدا المحاضره بمراجعه بعض المسائل على الموضوعات اللي خدناها قبل كده. فكده هنتكلم على الفيستيجل سايد باند تكنيك، وهنتكلم على الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج، وهنتكلم كمان على الميكسر. اولا بالنسبه للاكزامبلز، اول حاجه اكزامبل رقم واحد بيقول لي given a message signal ام اوف تي، ام اوف تي الباند ويدث بتاعها 4 كيلو والباور بتاعتها 0.5. بيقول لي لو الباور بتاعت الكارير قيمتها بتساوي 72 وات، احسب الباور والباند ويدث للموديوليتد سيجنال اللي معمول لها موديوليشن باستخدام كل التكنيكس الموجوده في A وB وC. يبقى هو طالب مني ان انا احسب الموديوليتد سيجنال واحسب لها الباور واحسب لها الباندويث. طيب بسيطه جدا، احنا عارفين طبعا انه المواجهه مثلا استخدم التكنيك الاولاني اللي اسمه الدبل سايد باند سبريس ذا كارير. كل اللي بعمله ان بضرب السيجنال ام اوف تي بضربها في الكارير اللي اسمها اي كوساين اوميجا سي تي، وطبعا عشان اجيب الباور بتاعتها فبقول الكلام ده يساوي ايه تربيع على 2 في الباور بتاعت السيجنال، يبقى الاي ام اوف تي كوساين اوميجا سي تي الباور بتاعتها ايه تربيع على 2 باور في الباور بتاعت السيجنال. طب عشان اجيب الكلام ده هو اوريدي عاطيني الباور بتاعت السيجنال قيمتها 0.5 فدي معروفه خلاص، لكن المجهول عندي الامبليتيود اوف ذا كارير عشان اقدر اجيب الترم اللي اسمه ايه تربيع على 2. طب الكارير عباره عن ايه؟ السي اوف تي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه كوساين والباور بتاعتها ايه تربيع على 2، وهو اوريدي عاطيني الباور بتاعتها بكام؟ ب 72، وبالتالي من هنا تعرف تجيب الايه اللي هيطلع بكام؟ ب 12. يبقى انت مبدئيا هتحط الفورم بتاع الدبل سايد باند سبريسد كارير، وبعد كده هتحسب الباور بتاعت الكارير از ا فانكشن اوف ايه، وبعد كده تعوض ب 72 تجيب الايه، وبعد كده تستخدمها عشان تجيب بقى الباور بتاعت الايه السيجنال الموديوليتد بتاعتك. تمام، لو انت عوضت بقى في الدبل سايد باند سيجنال الكلام ده هيطلع ب 36 واط. طيب هو كمان طلب مني الباندويث. احنا عارفين ان الباندويث الخاص بالدبل سايد باند سيجنال هو المفروض يكون 2 ضعف الباندويث بتاع السيجنال بتاعتي، وبالتالي لو كان السيجنال 4 كيلو فالباندويث كام؟ 8 كيلو، لان طبعا في الدبل سايد باند سبريسد كارير احنا بنبعت التو سايدز الابر سايد واللور سايد، وبالتالي بنبعت ضعف الايه الباندويث بتاع السيجنال بتاعتي. طيب لو احنا بقى استخدمنا التكنيك التاني اللي اسمه امبليتيود موديوليشن، واستخدمناه بموديوليشن اندكس 6 من 10 زي ما هو قايل لي، يعني في السؤال التاني بيقول لي استخدم اي ام والموديوليشن اندكس 6 من 10، فهروح هحط اول حاجه الشكل الموديوليتد سيجنال بتاعه الاي ام اللي انا سميتها اس 2 اوف تي، وطبعا على الشكل ده عباره عن امبليتيود بتاع الكارير مضروب في 1 زائد ميو ام تي، والشكل ده المفروض ان احنا عارفينه ان هو خاص بالاي ام سيجنال. طبعا الباور بتاعت السيجنال دي عباره عن ايه؟ اولا الباور بتاعت الكارير هتبقى ايه تربيع على 2 زي ما احنا شايفين كده. تاني حاجه الباور بتاعت الجزء اللي هو السايد باند اللي هو هيبقى ايه في ميو، ده امبليتيود بتاعه يبقى ايه ميو تربيع على 2 مضروب في الباور بتاعت السيجنال. طبعا كل البارامترز عندك، الايه عندك، الميو عندك، الباور بتاعت السيجنال عندك، هتعوض في الكلام ده يطلع الكلام ده في حدود 84 و96 برضه. طبعا لو سالني على الباند ويدث هقول له برضو الباند ويدث عباره عن ضعف الباند ويدث الخاص بالمسج سيجنال، لانه الباند ويدث في الاي ام برضو بنبعت الابر سايد ونبعت الايه اللور سايد. تعال نتكلم على التكنيك الثالث اللي هو طلبه مني. هو طلب مني اعمل السنجل سايد باند تكنيك باستخدام الفيز شيفت ميثود. وطبعا احنا عارفين مولد السيجنال باستخدام الفيز شيفت ميثود بتبقى المعادله عباره عن حاصل ضرب الام اوف تي في داله الكوساين اللي هي الكارير زائد الاي او ناقص الاي في الهيلبر ترانسفورم الخاص بالام اوف تي مضروب في الكوادريتشر فيز للكارير اللي هي ساين اوميجا سي تي، وبالتالي دي هذه المعادله اللي احنا اوريدي اتكلمنا عليها في السنجل سايد باند. طبعا لما تجيب الباور هتلاقي الباور بتاعت الترم ده عباره عن ايه تربيع على 2 في الباور بي ام، والترم ده عباره عن ايه تربيع على 2 في الباور ام هات، واحنا هنفترض هنا ان الباور بتاعت الام هات بيساوي الباور بتاعت الام سيجنال والاثنين بيساوي بي ام، والبي ام معطوهولي ب 0.5 فالكلام ده يساوي طبعا ايه تربيع في البي ام اللي هو هيبقى 144 في نص يساوي 72 واط. طبعا في السنجل سايد باند احنا بنبعت سايد واحد بس ابر سايد او لور سايد، بالتالي يبقى الباند ويدث 4 كيلو اللي هو الباند ويدث بتاع او الباند ويدث بتاع السيجنال بتاعتي. طيب طبعا لو جينا نلخص النتائج في جدول، حطينا الباور اللي احنا عايزين نحسبها والباند ويدث اللي احنا شايفين في الصفوف، وحطينا الثري تكنيكس بتوعنا اللي هو طلب ان نحسبهم في الاعمده، فلاقي انه التكنيك اللي بيجيب لي لو باور هو الدبل سايد باند سيجنال،
مقارنه طبعا بالسنجل سايد باند او الاي ام، والسيستم اللي بيجيب لي لو باند ويدث هو السنجل سايد باند، وبالتالي يبقى ميزه الدبل سايد باند اللي هو لو باور سيستم او لو باور ترانسميتد سيجنال، وبالنسبه للسنجل سايد باند لو باند ويدث او باند ويدث قليل. لكن طبعا الاي ام ميزته انه دايما بيستخدم ريسيفر رخيص جدا اللي هو الانفلوب ديتكتور، اللي هو كان بيستخدم من ديود ومكثف ومقاومه، وده طبعا بيسهل عمليه الارسال والاستقبال وبيحافظ على السينكرونايزيشن، انك انت ما بتضطرش تبعت الكارير من الترانسميتر، وبالتالي يحصل الميثنكرونايزيشن اللي كان موجود في السبريسد كارير تكنيكس سواء كان الدبل سايد باند او سنجل سايد باند. تعالى ناخد مثال تاني بعد كده اللي هو بيتكلم على السكوير لو انفلوب ديتكتور. السكوير لو انفلوب ديتكتور، السكوير لو انفلوب ديتكتور ده عباره عن ديموديوليتور بيستخدم لعمليه الديموديوليشن الخاصه بالاي ام سيجنال. طبعا الاي ام سيجنال بتدخل هنا بتمر بعدد من المراحل، اول حاجه بيتم تربيعها، بعد كده بتدخل على لو باس فلتر الكاتو فريكوانسي بتاعه 2B. وايه هي البي؟ البي هي عباره عن الباند ويدث بتاع المسج سيجنال. فنفترض ان احنا عملنا موديوليشن في الترانسميتر، بعتنا سيجنال الباند ويدث بتاعها بي، في الريسيفر هستقبل الاي ام سيجنال اللي هي السيجنال اللي اتعمل لها موديوليشن، الكارير اللي اتعمل لها موديوليشن باستخدام الام تي الام اوف تي، وبدخلها هنا على اللو باس فلتر الكات فريكوانسي بتاعه 2 بي. بعد كده باخد الخارج ادخله على سكوير روت، زي ما احنا شايفين كده البلوك ده بيعمل سكوير روت، بيعمل الجذر التربيعي، وبعد كده بحصل على سيجنال اسمها اكس اوف تي. دلوقتي عايزين نحسب الاوت اكس اوف تي، وهنشوف هل اكس اوف تي هو الام اوف تي ولا لا. طبعا الاناليسيس بتاع المساله دي المفروض ان هو سهل جدا، انك انت اوريدي انت عارف السيجنال بتاعت الاي ام اللي هي عباره عن اي في 1 زائد ميو في ام في كوساين اوميجا كارير تي، دي السيجنال بتاعت الاي ام دي معروفه. وبعد ما بتعمل الكلام ده المفروض ان انت بعد كده هتدخلها على البلوك دياجرام اللي هيبدا بالتربيع. فانا سميت السيجنال اللي هتخرج من البلوك دياجرام ده سميتها في اي، وبالتالي يبقى الفي اي هي اس تربيع، وبالتالي انا هربع القيمه دي هيبقى الكلام ده ايه تربيع في 1 زائد ميو ام باور تربيع كوساين تربيع. بعد كده السيجنال دي طبعا هبسطها شويه، داله الكوساين تربيع ممكن افكها لواحد على 2 في 1 زائد كوساين ضعف التردد هيبقى 2 اوميجا سي تي. طبعا السيجنال دي يحصل ايه فيها بعد كده؟ السيجنال اللي احنا حصلنا عليها دي اللي السيجنال دي اللي اسمها في اي، طبقا للبلوك دياجرام الفي اي تدخل على اللوباس فلتر، معنى كده انت هتشيل كل الترددات العاليه اللي اعلى من 2 بي. طبعا بالنظر للسيجنال نلاقي فيه تردد عالي على طول اللي هو الكوساين 2 اوميجا سي تي مضروب في اي حاجه، فده على طول هيحصل له كانسليشن. بعد كده هيتبقى لي واحد في الترم ده، الترم ده مضروب فيه عباره عن ايه تربيع على 2 ثابت مضروب في 1 زائد ميو ام كل تربيع. طيب الام دي عباره عن ايه؟ عن المسج سيجنال. الترم ده لما تفكه هتلاقيه بيساوي 1 زائد 2 ميو ام زائد ميو تربيع ام تربيع. طبعا الام الباند ويدث بتاعها بي، فهتعدي من اللوباس فلتر. الام تربيع ده الباند ويدث بتاعها 2 بي، دايما السيجنال لما تربعها الباند ويدث بتاعها بيتضاعف، وبالتالي يبقى الام الترم اللي فيه ام او الترم اللي فيه ام تربيع هيعدوا من اللوباس فلتر، وبالتالي الترم ده كله هيعدي، وبالتالي يبقى الفي دبل اي اللي هو هيخرج من اللوباس فلتر هيبقى عباره عن ايه تربيع على 2 في 1 زائد ميو ام كل تربيع. طبعا بعد كده بيدخل بلوك تاني اللي هو البلوك بتاع السكوير روت او الجذر التربيعي، فالسيجنال بتاعتك هتعدي عليه، وكل السيجنال دي لو دخلت على السكوير روت هيبقى اسمها اكس اوف تي، فهجيب السكوير روت للسيجنال دي هيبقى اسمها ايه على جذر 2 في 1 زائد ميو ام. طبعا هو بيسالني الاكس هي الام ولا لا، فطبعا الاكس اللي طلع هي الام اوف تي اهي زي ما احنا شايفين، بس مجموع عليها دي سي فاليو، مجموع عليها ايه؟ دي سي فاليو. فالدي سي فاليو طبعا ممكن نتخلص منه باستخدام كاباستور، او نقدر نعمل له بلوكينج للدي سي اوفست اللي طلع لي. فالسيجنال اللي طلعت هي عباره عن السيجنال زائد دي سي اوفست، وسهل جدا تتخلص من الدي سي اوفست اللي خرج في السيجنال، وبالتالي يبقى الاوتبوت فعلا بتاع السكوير لو انفلوب ديتكتور هو عباره عن المسج سيجنال بتاعتك اللي انت اوريدي باعتها من الترانسميتر. اوكي طيب تعالى نتكلم بقى على تكنيك ثالث او رابع من الامبليتيود موديليشن تكنيكس اللي احنا بنسميه الفيستيجل سايد باند. الفيستيجل سايد باند بكل بساطه هو تكنيك يعتبر كومبرمايز، حاجه متوسطنه ما بين السنجل سايد باند والدبل سايد باند. في الدبل سايد باند كنا بنبعت التو سايد اللي هما الابر سايد واللور سايد، في السنجل سايد بنبعت السنجل سايد باند لكن الابر سايد او اللور سايد، بالنسبه للفيستيجل سايد باند بنبعت سايد كامله اللي هي الابر سايد او اللور سايد بلس فيستيج من الاذر ايه من الاذر باند، يعني بنبعت سايد كامله زائد حته صغيره من الباند التاني. ناخد على سبيل المثال لو هنتكلم على لو افترضنا ان الام اوف تي هي داله كوساين
اوميجا ام تي ف او كوساين 2 باي اف ام تي، طبعا هي نفس الكلام. طبعا لو جيت اقول الدبل سايد باند سبريست كارير من المسج سيجنال دي عباره عن ايه، هقول هي عباره عن اثنين دلتا اللي بتفتكروا حوالين الاوميجا سي وحوالين ماينس الاوميجا سي. طيب لو كان هي دي الدبل سايد باند سبريست كارير تبقى ازاي هي الفيستيج؟ الفيستيج هتبقى عباره عن فيستيجال سايد باند، عباره عن ايه؟ هاخد مثلا عشان لسه السايد ده كله، هيبقى عندي الدلتا تي كلها، والدلتا دي كلها طبعا يبقى ده اسمه الابر سايد باند، زائد حته صغيره من اللور سايد باند، حته صغيره من اللور سايد باند، يعني الدلتا دي اخد منها حته ايه؟ حته صغيره. يبقى الفيستيجل سايد باند هو كومبرومايز ما بين الدبل سايد باند وبين الايه؟ السنجل سايد باند. تمام كده؟ طب لو جيت اعبر عن الكلام ده في التايم دومين هروح اقول الاتي: الدبل سايد باند سبريسد كارير هي عباره عن حاصل ضرب السيجنال المسج سيجنال اللي هي الاي ام في الكوساين اوميجا ام تي في الكارير اللي هي الاي سي في الكوساين اوميجا سي تي. بالنسبه بقى للسنجل سايد باند، طبعا انت لو فكيت الكوساين كوساين تديك نص كوساين المجموع او نص كوساين الايه؟ الفرق. لو انا خدت بس كوساين المجموع او الفرق حاجه واحده منهم يبقى ده بسميه سنجل سايد باند، واحنا متعودين على كده. طب الفيستيجل سايد باند عباره عن ايه؟ عباره عن سايد باند كامل زي ما احنا شايفين كده، خدنا الابر سايد باند اهو، وخدنا جزء من اللور سايد باند اللي هو كوساين اوميجا ام ناقص اوميجا تي، بس ما خدتوش كله. يعني خد بالك الامبليتيود انا اسمه ايه؟ اي ام اي سي على 2، انا خدت نفس الامبليتيود في الابر سايد باند يعني خدته كله، وخدت جزء من اللور سايد باند بس خدته بفراكشن اسمه ايه؟ اسمه الفا. فالالفا ده سي مثلا 1 من 10 2 من 10، اكن خدت حته او فيستيج من اللور سايد باند، وده بيسموه الفيستيجل سايد باند. طب دلوقتي عايزين نعرف ازاي بنعمل جينريشن او موديوليشن للفيستيجل سايد باند، نولدها ازاي؟ فطبعا ببساطه خالص هنولدها عن طريق ان احنا نعمل اول حاجه دبل سايد باند سبريسد كارير، هناخد السيجنال نضربها في الكارير ونحصل على سيجنال اللي هي دبل سايد باند سبريسد كارير، وكان ندخلها على فلتر اسمه شيبنج فلتر، والفلتر ده بيبقى له ترانسفير فانكشن اسمها اتش اوف اوميجا، وهي اللي هتحول الدبل سايد باند الى الفيستيجل سايد باند. وبعد كده هتبقى نبعت الكلام ده في التشانل، هيحصل له ترانسميشن ويجي عند الريسيفر نبدا نستقبله، فنبدا برضو نعمل له ديتكشن بنفس الطريقه. ديتكشن هيبدا برضو نضربه فيه كوساين اوميجا سي تي، تمام كده، فيحصل على ده سيجنال اسمها في 2، وبعد كده ادخل الكلام ده على لو باس فلتر احصل على سيجنال انا هسميها ام برايم اوف تي. طب ليه ما سميتهاش ام اوف تي؟ لان ببساطه خالص لازم يبقى فيه كونديشن علشان تبقى الام برايم هي نفسها الام اوف تي. الكونديشن ده حقيقه خاص بالشيبنج فلتر، وده اللي احنا عايزين نستنتجه في السلايد اللي بعد كده. يبقى انا لو دخلت السيجنال على مالتي بلاير وضربت في كارير ودخلت على شيبنج فلتر ورجعت اخدت السيجنال ضربتها في نفس الكارير ودخلتها على لوباس فلتر، هحصل على السيجنال ام برايم اللي هي ممكن تكون في مسج سيجنال بس بكونديشن، وده اللي احنا عايزين نستنتجه بعد شويه. طب هنعمل ايه؟ هنروح نقول الاتي: هنفترض ان احنا بنتكلم على جنريشن بلوك دياجرام، فالام اوف تي الفورير ترانسفورم بتاعها ام اوف اوميجا، وبالتالي لما تضرب الام اوف تي في كوساين اكنك هتعمل الكلام ده في التايم دومين اهو عشان تولد الدبل سايد باند كارير، في الفريكوانسي دومين اكني بعمل كونفوليوشن، فيبدا الكلام ده يساوي اي سي على 2 ام اوف اوميجا ماينس اوميجا سي زائد ام اوف اوميجا زائد اوميجا سي. طيب احنا دلوقتي المفروض ان الخارج ده بعد ما حصلت على او عملت استخدمت المالتي بلاير وضربت التو سيجنالز هدخلهم على الشيبنج فلتر اللي له ترانسفير فانكشن اسمها اتش اوف اوميجا، واحنا متعودين لما سيجنال تدخل على فلتر المفروض ان الترانسفير فانكشن بتتضرب في الفورير ترانسفورم الخاص بالسيجنال، وبالتالي يبقى الفيستيجل سايد باند از ا فانكشن اوف اوميجا عباره عن حاصل ضرب السيجنال دي اللي هي السيجنال معمول لها دبل سايد باند سبريسد كارير مضروبه في الاتش اوف اوميجا، يبقى ده مرحله الجنريشن. المفروض بقى مرحله الديتكشن او الديموديوليشن هتاخد الفيستيجل سايد باند ترجع تضربها كمان في كوساين، المفروض اما اخد السيجنال اضربها في كوساين المفروض ان احنا عارفين ان الكلام ده المفروض ان احنا عارفين ان الكلام ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا برضو هاخد هعمل كونفوليوشن هتبقى اسمها الاكس اوف في اس بي اوف اوميجا ماينس اوميجا سي واكس اوف اس في اس بي اوف اوميجا زائد اوميجا سي. لما تضرب الداله دي في ده كوساين اكنك هتعمل كونفوليوشن في الفريكونسي دومين بقيمه الاوميجا كارير. طبعا ما ننساش ان الحاصل او نتيجه الضرب في الاي سي الكوساين هينشا عنه الهاف وهينشا عنه الضرب في اي سي، تمام كده؟ معلش الدبل دي مكتوبه غلط، تمام كده؟ طيب الاكس في اس بي اوف اوميجا ماينس اوميجا سي هاخد السيجنال زي ما احنا شايفين كده وابدا اشفتها ب2 اوميجا سي
وباوميجا سي شفتها بماينس اوميجا سي، وبالتالي يبقى السيجنال دي اسمها اوميجا ماينس 2 اوميجا سي، والسيجنال دي لو شفيت باوميجا سي هيبقى اسمها ام اوف اوميجا. وطبعا ما انساش ان الفلتر لما اشيل الاوميجا واحط مكانها اوميجا ماينس اوميجا سي يبقى الشكل بالمنظر ده. طيب اعمل كمان عمليه ترانسفورميشن باوميجا سي، زي ما احنا شايفين ده انا في عندي حاجه اسمها اكس بي اس بي اوف اوميجا زائد اوميجا سي، فانا هشيل كل اوميجا واحط مكانها اوميجا زائد اوميجا سي. طب دلوقتي دي اسمها الاكس بي اس بي اوف اوميجا، هتشيل كل اوميجا وتحط مكانها اوميجا زائد اوميجا سي، وبالتالي الترم ده هيبقى اسمه ام اوف اوميجا، والترم ده هيبقى اسمه ام اوف اوميجا زائد 2 اوميجا سي. يبقى انت شلت دي وحطيت مكانها اوميجا زائد اوميجا سي في كل الايه الترمات، بيبقى فيهم الترم بتاع الاتش اوف اوميجا هيبقى اسمه اتش اوف اوميجا زائد اوميجا سي. طبعا الاثنين دول مجموعهم على بعض يديني الايه السيجنال اللي هتخرج من المالتبلاير في الديتكشن بلوك دياجرام. طبعا ناخد بالنا ان الكوساين الاولانيه عملت لي نص، والكوساين الثانيه عملت لي نص، وفي كل كوساين بضرب في اي سي، فيبقى المحصله اسمها اي سي تربيع على 4 مضروبه في المجموع التو سيجنالز اللي احنا شايفينهم قدامنا دول. طبعا المفروض ان المرحله دي بعدها مرحله اللوبس فلتر، مرحله اللوبس فلتر في الديتكشن. طبعا اللوبس فلتر هيعدي الترددات القليله، معنى كده ان التردد ده اللي هو ام اوف اوميجا ناقص 2 اوميجا سي مش هيعدي، صح كده؟ وزيه التردد ده برضو مش هيعدي. يبقى اتبقى لي بقى السيجنال بتاعتي اللي اسمها ام اوف اوميجا مشترك مضروبه في اتش اوف اوميجا ماينس اوميجا سي زائد اتش اوف اوميجا زائد اوميجا سي، وده اللي هيعدي من لوبس فلتر واللي احنا هنسميه ام برايم اوف اوميجا. السؤال دلوقتي، هل الام برايم اوف اوميجا اللي هو خارج اللوبس فلتر هو الام اوف اوميجا؟ لا طبعا، لانه الخارج ده يبقى ام اوف اوميجا بشرط ان الشرط انه اتش اوف اوميجا زائد اوميجا سي زائد اتش اوف اوميجا ماينس اوميجا سي تبقى ثابت، تبقى قيمه ثابته مع التردد، وبالتالي يبقى السيجنال ام برايم في الحاله دي هي الام اوف اوميجا معمول لها طبعا مضروبه في ثابت، والثابت ده تعتبر امبليفيكيشن او اتنيويشن، ما تفرقش ان ممكن اتغلب عليه باستخدام امبليفاير، لكن الشرط الاساسي انه الاتش اوف اوميجا زائد اوميجا سي زائد اتش اوف اوميجا ماينس اوميجا سي لازم تبقى قيمه ثابته، وبالتالي ممكن يبقى دي جيفن في الامتحان يقول لك دي الترانسفير فانكشن بتاعت الفلتر الفلاني، هل الفلتر ده ينفع شيبنج فلتر في البلاستيك سايد باند ولا لا؟ فانت عشان تقدر انك انت تتاكد لازم تحصل على او تعمل الكونديشن ده، تروح تجيب اتش اوف اوميجا بلس اوميجا سي واتش اوف اوميجا ماينس اوميجا سي وتجمعهم على بعض، لو طلع الكلام ده يطلع قيمه ثابته يبقى الفلتر اللي عطوه لك ينفع يشتغل شيبنج فلتر في بيستيجل سايد باند. اتمنى تكونوا فهمتوا اللي انا قلته. احنا اتكلمنا دلوقتي على الفيستيجل سايد باند وعرفنا الهدف منه وشرحنا البلوك دياجرام لعمليه الجنريشن وعمليه الديتكشن. دلوقتي هناخد مثال بسيط، وليكن بيقول لي عندي سيجنال موديوليتد اسمها اس اوف تي، عباره عن اي سي في اي ام اللي هو الامبليتيود بتاع الكارير مضروب في الامبليتيود بتاع المسج سيجنال مضروب في فاكتور اسمه الفا مضروب في داله كوساين اوميجا سي زائد اوميجا ام في تي، وبعد كده في ترم تاني اللي هو كوساين اوميجا سي ناقص اوميجا تي في تي مضروب في نفس الامبليتيود بس بدل الفا بقى واحد ناقص الفا. طبعا لو واضح هنا ان السيجنال دي هي الابر سايد باند والسيجنال دي هي اللور سايد باند، وانت واخد ابر سايد باند بامبليتيود واخد لور سايد باند بامبليتيود تاني، فكانك بتتكلم على فيستيجل سايد باند. طبعا لو انت ظبطت الالفا ممكن تحصل برضو على تكنيكس مختلفه. طيب هو اول سؤال طلبه مني ايه؟ بيقول لي عيد صياغه المعادله دي بحيث تبقى على الشكل ده، عباره عن سيجنال اسمها اي مضروبه في الكارير كوساين اوميجا سي تي زائد سيجنال اسمها كوادريتشر يا كيو مضروبه في سيجنال اسمها ساين اوميجا سي تي. ببساطه خالص انت هتروح على داله الكوساين ده اهي وتفكها لكوساين كوساين ماينس ساين ساين، وتروح على داله الكوساين ده اهي تفكها لكوساين كوساين زائد ساين ساين. وطبعا لما تضرب الكلام ده في الثابت ده وتضرب المفكوك ده في الثابت ده تقدر تصفي، وما تصفي بكل بساطه هتلاقي الكلام ده يساوي انه الترم اللي هو اي سي اي ام الفا كوساين كوساين راح مع نفس الترم ده من ناحيه لانه عنده اشاره ايه؟ اشاره سالبه. فيما عدا ذلك تبدا تجمع الترمات بتاعتك، هتلاقي عندك ترم اي سي اي ام في كوساين اوميجا سي اوميجا ام تي اللي هو ده، وبعد كده داله الساين اوميجا سي ساين اوميجا ام تي مضروب في اي سي اي ام كمان مجموع عليه نفس الترم مضروب في ماينس 2 الفا، لان هنا في الفا في الترم نفس الترم وهنا في ماينس الفا في نفس الترم، وبالتالي يبقى عندي ماينس 2 الفا، وبالتالي تصفيه ده اهو المفكوك هيطلع بالشكل ده. طبعا الشكل ده لو ركزت فيه شويه هلاقيه عباره عن ايه؟ عباره عن سيجنال اللي هي الاي سي اي ام في الكوساين اوميجا ام تي مضروبه في كوساين اوميجا سي تي، المفروض هنا في تي برضو
تمام كده. طيب والترم تاني ساين اوميجا سي تي مضروبه في ترم تاني اللي هو الاي سي اي ام في ساين اوميجا ام تي في 1 ناقص 2 الفا، وبالتالي يبقى اوريدي السيجنال بتاعتك انت صيغتها في شكل سيجنال اسمها اي مضروبه في الكوساين اوميجا سي تي، وسيجنال اسمها كوادريتشر او كيو مضروبه في ساين اوميجا سي تي، وبالتالي يبقى الاي هي القيمه دي اللي هي اي سي اي ام كوساين اوميجا ام تي، والكيو هي اي سي اي ام في 1 ناقص 2 الفا في ساين اوميجا ام تي، وبالتالي يبقى انت عملت المطلوب الاولاني اللي هو طلبه منك. وبالتالي انا صيغت السيجنال اهي الشكل ده كده، ورجعت كتبتها تاني زي ما احنا استنتجناه. طب هو رجع يسالني بيقول لي طب قيمه الالفا كام؟ قيمه الالفا كام في المعادله دي اللي تخلي السيجنال دي تبقى دبل سايد باند سبريسد كارير؟ الدبل سايد باند سبريسد كارير هي عباره عن حاصل ضرب السيجنال في الكارير، يعني هي الترم ده بس. يبقى عشان السيجنال دي تبقى الترم ده بس يبقى الترم ده يروح للصفر. طب يروح للصفر ازاي؟ طبعا ما ينفعش احط الاي سي او الام بصفر لان ده هيطير الترم الاولاني. فالترم الوحيد اللي ينفع بصفر هو 1 ناقص 2 الفا، احطه بصفر، وبالتالي لما احط ده بصفر الترم ده هيروح، وبالتالي يبقى الالفا ب 0.5. ولو كده لو انت حطيت الالفا بتاعتك الثابت ده ب 0.5 هتقدر تخلي السيجنال بتاعتك دبل سايد باند سبريسد كارير. بنفس الطريقه بيقول لي احط الالفا بكام عشان اخلي السيجنال بتاعتي عباره عن سنجل سايد باند سبريسد كارير. بكل بساطه دي السيجنال بتاعتي بالمنظر ده كده. طبعا احنا شايفين ان دي السيجنال بتاعه السنجل سايد باند سبريسد كارير، سواء كان الابر سايد لو انا حطيت اشاره سالبه او اللور سايد لو انا حطيت اشاره موجبه. طبعا احنا عارفين الكلام ده من الفيس شيفت ميثود، انك انت بتضرب الام اوف تي ليها كوساين في الكارير، وبتضرب الهيلبرت ترانسفورم بتاعها ساين في ساين اوميجا سي تي. ده عباره عن طريق توليد الايه السنجل سايد باند باستخدام الفيس شيفت ميثود اللي عارفينها. فانا عايزه السيجنال دي تساوي السيجنال بتاعتنا، عايز السيجنال ده اهي تمام كده تساوي يا جماعه السيجنال دي اللي هي بتاعت السنجل سايد باند تساوي السيجنال بتاعتنا اللي هي دي. لو بصيت على الترم الاولاني اللي هو ده هلاقيه موجود اهو، الترم الثاني بقى اللي هو ده هلاقيه مضروب نفس الترم موجود اهو بس مضروب في ثابت اسمه 1 ناقص 2 الفا. فانا عايز الثابت ده يكون بموجب او سالب 1، بموجب او ايه او سالب واحد، بالتالي هاخد ال 1 ناقص 2 الفا ده اهو تمام كده اهو اساويه بموجب او سالب واحد. فلو سويته بسالب واحد يبقى انا هولد ابر سايد باند سيجنال، وبالتالي لما تساوي سالب واحد هتحول ده الناحيه الثانيه وبالتالي يبقى الفا تساوي واحد. ولو عايز اولد لور سايد باند هحط الثابت ده احط القيمه دي بواحد، وبالتالي واحد تروح مع الواحد وتبقى الالفا بصفر. وبالتالي لو حطيت الالفا بواحد او صفر لكنك بتولد سنجل سايد باند سبريسد كارير، على حسب بقى انت عايز تولد الابر سايد او اللور سايد. وكده يبقى احنا حلينا السؤال رقم سي. تعالى للمطلوب رقم دي، بيقول لك حدد الديستورشن، ايه اللي هيبقى فيه التشوه اللي هيبقى في السيجنال لو السيجنال المودوليتد سيجنال اللي هو عطيها لي عملنا لها ديتكشن باستخدام السكوير لو انفلوب ديتكتور. طيب احنا لسه خدين شويه السكوير لو انفلوب ديتكتور اللي هو عباره عن المودوليتد سيجنال تدخل على سكوير لو او تحصل لها تربيع، تدخل على لوباس فلتر، تدخل على سكوير روت. طيب هنعمل ايه؟ عندي السيجنال اهي اللي احنا اوريدي صغناها بشكل ان فيس في كوساين زائد كوادراتشر فيس في ساين، المفروض هاخد السيجنال دي واربعها يبقى السيجنال اسمها اس او تربيع اس اوف تي تربيع. وطبعا لو انا صيغتها بالشكل ده هتبقى سهل في التعامل، هيبقى عباره عن اي في كوساين زائد كيو في ساين الاي، والكيو اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده اللي هم الجزء ده والجزء ده تمام كده. الجزء ده طبعا الداله دي معلش سوري برضو هنصلحها، المفروض ان الداله اللي قدامنا دي هي عباره عن ايه، احنا بنتكلم على كوساين كوساين وساين ساين، فدي ساين مش كوساين. طبعا هي مكتوبه فوق صح تمام كده. طيب هناخد الداله دي، الداله دي بقى الابسط بي اللي احنا قلنا دي صغناها في الشكل الابسط ده ونربعها، فلما اربعها تديني اي تربيع كوساين تربيع وكيو تربيع ساين تربيع و2 اي كيو كوساين في ساين. طيب الكوساين تربيع زائد الساين تربيع تمام كده زي ما احنا شايفين، المفروض ان انا هفك الكوساين تربيع لنص في واحد زائد كوساين 2 اوميجا سي، وافك الساين تربيع لنص في واحد زائد 2 برضه ناقص 2 كوساين اوميجا سي، وبالتالي يبقى عندي هنا في ترم يعني نقول نير زيرو او البيس باند اللي هو اي تربيع مضروبه في ترم اسمه كوساين 2 اوميجا سي تي، ونفس الكلام هنا، وفي الترم ده اصلا اللي هو ساين او كوساين في كوساين اللي هو ساين 2 اوميجا سي تي.
المفروض ان السيجنال اللي انا ربعتها دي المفروض تدخل على لو باس فلتر، المفروض تدخل على ايه؟ على لو باس فلتر، وبالتالي اللو باس فلتر هيلغي لي الكوساين 2 اوميجا سي من هنا ومن هنا، هيبقى اسمها اي تربيع زائد كيو تربيع، صح كده؟ والترم ده كمان هيروح مع اللو باس فلتر، وبالتالي يبقى الفي 2 اللي خارجه من اللو باس فلتر هي اي تربيع زائد كيو تربيع. يبقى نقول تاني، الكوساين تربيع دي هفكها النص في واحد زائد كوساين 2 اوميجا سي تي، وبالتالي هيبقى السيجنال دي تو سيجنال. السيجنال دي اللي هتعدي من اللو باس فلتر هي الاي تربيع اللو فريكونسي. نفس الكلام هيبقى بالنسبه للكيو سكوير. بالنسبه للسيجنال دي مش هتعدي لان ترددها 2 اوميجا سي. بالنسبه للسيجنال دي ترددها ايه يا جماعه؟ 2 اوميجا سي. طيب يبقى هتخرج من الفلتر اللو باس فلتر هي اي تربيع زائد كيو تربيع، كويس؟ طب ما انا عندي الاي تربيع اللي هو الترم ده هربعه، وعندي الكيو تربيع اللي هو الترم ده هربعه، مش كده؟ طيب دلوقتي احنا عايزين نقول ايه؟ انا خدت الكوساين تربيع دي خدتها بره مشترك، تمام كده؟ طب ليه خدتها بره مشترك؟ هقول لك بعد كده. وبعد كده هدخل بقى اللو، بعد خارج من اللوبس فلتر هدخل على سكوير روت. هدخل على ايه؟ سكوير روت. طبعا لما ادخل على سكوير روت يبقى الترم ده هيبقى اسمه اي سي ام، والترم ده هيبقى السكوير روت بتاع 1 زائد 1 ناقص 2 الفا تربيع، طبعا ساين على كوساين تديني تان تربيع اوميجا ام تي، مضروبه بقى في كوساين اوميجا ام تي. طبعا السيجنال دي اللي هي الاوتبوت من البلوك دياجرام الابر بتكتور عباره عن سيجنال اللي هي كوساين مضروبه في تيرم اللي هو بنسميه ديستورشن سيجنال. السيجنال دي لو ركزت فيها شويه هتلاقي عباره عن ايه؟ عباره عن المسج سيجنال بتاعتك اللي الاي ام في الكوساين، يبقى دي عباره عن الام اوف تي مضروبه في الباقي، الباقي ده يعتبر بالنسبه لي ديستورشن. يبقى هو سالني على الديستورشن عامل ازاي، فهو ده الديستورشن اللي هيحصل في السيجنال بتاعتي اللي انا هستقبلها. يبقى خلي بالك لو انت استقبلت السيجنال اللي هي السيجنال اللي هي السيجنال اللي اعطيها لي في مساله اللي هي عباره عن السايد باند واللور سايد باند والابر سايد باند بفاليوز الفا و1 ناقص الفا، المفروض لو استقبلتها بالسكوير لو انفلوب ديتكتور هتطلع عباره عن المسج سيجنال بتاعتك مضروبه في ديستورد سيجنال اللي هي قدامنا بالمنظر ده، وهو ده اللي طلبه مني في المساله. طيب تعالى نتكلم على طول الثاني اللي احنا بنسميه الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج، اختصاره اف دي ام. الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج هو ببساطه خالص ان انت عايز تبعت مالتيبل سيجنالز في توقيت واحد، تمام كده؟ وبالتالي نعمل الحكايه دي ازاي؟ عن طريق الموديوليشن. هروح اقول هضرب الام 1 وفي تي في داله كوساين اوميجا سي 1 تي، يبقى انا حملت السيجنال دي على الكارير اللي ترددها اوميجا سي 1، وارجع ابعت سيجنال ثانيه في نفس التوقيت مضروبه في كوساين اوميجا سي 2، فانا حملت السيجنال دي على كارير ثانيه، وباستخدام السميشن ده هجمع التو سيجنالز على بعض، وبالتالي يبقى السيجنال اللي اسمها فريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج هي عباره عن ام 1 كوساين اوميجا سي 1 في تي زائد ام 2 في كوساين اوميجا سي 2 في تي. يبقى انت كده بعت تو سيجنالز في نفس الوقت في الشانل بتاعتك، وده بنسميه مالتيبلكسنج. طبعا عشان تقدر تعمل ديتكشن وتستعيد السيجنالز بتاعتك في الريسيفر، هتدخل السيجنال اللي جايه اللي تعتبر حاجه واحده، هدخلها اول حاجه على باند باس فلتر. لو انت عايز تستعيد ام 1 فانت هتحط باند باس فلتر متسنتر حوالين اوميجا سي 1، وبالتالي اكنك بتسمح للجزء ده بس يعدي، لان الجزء ده مش ايه؟ مش هيعدي. ولو انت عايز ام 2 هتستخدم الباند باس فلتر على تردد اوميجا سي 2، وبالتالي السيجنال اللي هي اوريدي ده اهي لو دخلت على البرانش ده اللي هيطلع من هنا هو ام 1 كوساين اوميجا سي 1. طبعا هيتضرب هنا في كوساين اوميجا سي 1 برضو، اكني عايز اعمل ديتكشن بقى، فطبعا كوساين في كوساين تدي كوساين تربيع، وطبعا الكوساين تربيع نفكها نص واحد زائد كوساين، والكلام ده كله مضروب في ام 1. طبعا الكلام ده لما يعدي على اللوباس فلتر مين اللي هيخرج؟ هو الام 1. فناخد بالنا من الحكايه دي، ان عملت عمليه ديتكشن عاديه خالص زي ما بستخدمها كوهيرنت ديتكشن زي ما بستخدمها في الدبل سايد باند، بقدر استخدم نفس الكلام هنا، بس عشان اقدر اتحكم واتكلم على ام 1 بس لازم احط باند باس فلتر يبدا يسبلت السيجنال دي، ياخد السيجنال اللي هو عايزها عشان يعمل لها ديتكشن باستخدام الكوهيرنت ديتكتور. نفس الكلام لو السيجنال دخلت على باند باس فلتر اوميجا سي 2 هياخد السيجنال دي بس، وطبعا عشان اقدر اعمل ديتكشن للسيجنال دي هضربها في كوساين وارجع طبعا ادخل على اللو باس فلتر عشان اخرج مين؟ الام 2. طبعا اللو باس فلتر هنا او هنا الباند ويدث بتاعه هنا في الحاله دي يبقى الباند ويدث بتاعه لازم يكون اكبر من الباند ويدث بتاع المسج سيجنال ام 1، وليكن مثلا لو هي اوميجا ام فده يبقى الكات فريكونسي بتاعه اوميجا ام، ونفس الكلام لو كان مثلا اوميجا بي يبقى لازم هنا يكون اكبر من او يساوي اوميجا بي عشان يقدر ان هو يسمح للمسج كلها ان هي تعدي وزاويه ديستورشن.
طيب توبيك برضه هنتكلم عليه مهم، بنسميه الفريكوانسي ميكسر. ايه هو الميكسر؟ الميكسر عباره عن ديفايس بسيط جدا بيحول تردد اوميجا 1 لاوميجا 2. هنفترض ان انا عندي كارير ترددها كوساين اوميجا 1 تي، عايز احولها لكوساين 2 اوميجا 2 تي، يبقى عايز اغير التردد من اوميجا 1 لاوميجا 2. اعملها ازاي؟ بكل بساطه اروح استخدم مالتي بلاير، تمام كده، هضرب الكارير اللي جايه في كارير تانيه. الكارير التانيه دي عباره عن ايه؟ ترددها عباره عن تردد السيجنال اللي جايه زائد تردد السيجنال اللي ايه اللي خرجت. يبقى انا هضرب السيجنال اللي جايه في كارير تانيه ترددها مجموع التو كاريرز اللي انا اوريدي دخلتهم وخرجتهم، وبعد ما احصل على الكلام ده طبعا حاصل ضرب السيجنال دي في السيجنال دي يديني ايه؟ طبعا لو اضرب كوساين واحد في 2 كوساين اوميجا 1 زائد اوميجا 2 في تي، المفروض ان الكلام ده يتفك لايه؟ لنص كوساين المجموع وكوساين الفرق. فطبعا النص هتروح مع الاثنين، عشان كده حطيت 2 في الايه؟ في المالتبلاير هنا، وبعدين كوساين المجموع هيبقى كوساين 2 اوميجا 1 زائد اوميجا 2، وكوساين الفرق هتبقى كوساين اوميجا 2. يبقى السيجنال في واحد عباره عن كام جزء؟ عباره عن جزئين، جزء تردده 2 اوميجا 1 زائد اوميجا 2، وجزء تردده اوميجا 2. طبعا الخارج ده هيدخل على على باند باس فلتر. الباند باس فلتر ده عايز ايه؟ هيعدي مين؟ هيعدي اللي تردده حوالين الاوميجا 2، يعني مع كده ده مش هيعدي وده هيعدي، وبالتالي يبقى السيجنال اتحولت من كوساين اوميجا 1 لكوساين اوميجا 2، وبالتالي يبقى انا كده عملت ما يسمى بالميكسنج اوبريشن. تعال نتكلم على ديفايس اخر اللي احنا بنسميه السكرامبل. والسكرامبل طبعا زي ما موجود قدامنا كده في المساله الموجوده في شوم رقم 14، بيقول عندي مسج سيجنال زي ما احنا شايفين كده. المسج سيجنال دي بنطبقها على الديفايس ده، هو مدخلها على الديفايس ده. الديفايس ده فيه مالتي بلاير بيعمل بيعمل موديليشن ب اوميجا سي، وبعد كده في عندي هاي باس فلتر بيعدي بس التردات الاعلى من اوميجا سي، وبعد كده باخد الخارج وبدخله في مالتي بلاير تاني، بضرب في كارير تانية ترددها اوميجا سي زائد اوميجا ام، اوميجا ام اللي هو الباند ويدث بتاع الاوميجا الام اوف تي، فكده باخد الخارج ادخله على لو باس فلتر. ببساطة خالص بيقول لي ان الديفايس ده بنسميه سكرامبلر. طيب تعال نشوف، هو عاطيني بيقول لي حلل الكلام ده جرافيكالي، يعني هتديني الشكل بتاع الام اوف اوميجا زي ما احنا شايفين كده، الام اوف اوميجا بتاعتنا بالمنظر ده كده، هتدخل على الديفايس هيحصل لها ايه؟ المفروض التحليل الجرافيكالي المفروض ان احنا اوريدي نبقى اوير بيه، لان التحليل الجرافيكالي الضرب في التايم دومين ينازل ناظر كونفوليوشن في الفريكوانسي دومين، ونفس الكلام لما ادخل على بلوك دايجرام زي زي الفلتر زي ما احنا شايفين كده، لما الكلام ده يحصل في التايم دومين اكني بضرب في الفريكوانسي دومين، فسهل جدا نطبق الجرافيكال اناليسيز، وعشان كده انا اديت المساله. تعالوا نشوف هنبدا نحلل الكلام ده ازاي. المفروض زي ما اتفقنا هناخد السيجنال دي نضربها في كارير، ده هنعملها كونفوليوشن يعني ننقلها عند تردد اوميجا سي، وكان ندخلها على فلتر الهاي باس فلتر. تعال نشوف كده الكلام ده هو حله ازاي، اهو بص معايا كده. طبعا لما تعمل كونفوليوشن للسيجنال باوميجا سي، يبقى السيجنال ام اوف اوميجا اهي بدل ما كانت موجوده عند البيس سيجنال اصبحت موجوده عند التردد اللي اسمه اوميجا سي وماينس اوميجا سي. دي سهله جدا. طبعا القيمه دي عباره عن ايه؟ القيمه دي اقصى قيمه هنا كام؟ الحته دي لوحدها كانت اوميجا ام، فانت لما تبقى تحط الكلام ده حوالين اوميجا سي يبقى الايدج ده اللي هو ده هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اوميجا سي زائد اوميجا ام اللي هو سماها اوميجا 2. والاوميجا 2 خلي بالك هي عباره عن الكارير بتاع المالتي بلاير التاني اللي هو اوميجا سي زائد اوميجا ام. طيب بعد كده بعد ما عملنا كونفوليوشن ندخل على هاي باس فلتر، والهاي باس فلتر بيعدي التردات الاعلى من الاوميجا سي، وبالتالي يبقى السايد ده هو هو اللي هيعدي، السايد ده هو اللي هيعدي، والسايد ده مش هيعدي، وبالتالي يبقى التو سايدز دول اللي هو الابر سايد باند هيعدوا بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طب السيجنال دي هي السيجنال اللي خرجت من الهاي باس فلتر، المفروض بعد كده اروح اعمل لها موديوليشن تاني بتردد الاوميجا 2 اللي هو اوميجا سي زائد اوميجا ام. كلمه تردد الاوميجا 2 بكل بساطه يعني معناها، يعني معناها ان احنا هنعمل الاتي، هنروح نقول السيجنال دي هتتشفت باوميجا 2، يبقى هتروح هناك يمين كده هتبقى موجودة عند 2 أوميجا 2، صح كده؟ هتبقى موجودة عند كام؟ 2 أوميجا 2، وتبقى الإيدج دي اسمها أوميجا 2 زائد أوميجا سي، صح كده يا جماعة؟ طيب لما تيجي كمان هتتشفت هنا كمان، هتتشفت هنا كمان بدلالة أوميجا 2، يعني بنوديها يمين ونوديها شمال. طبعا لما شفتها شفتها بدلالة أوميجا 2 فدي اسمها أوميجا 2، فأكيد دي هتيجي عند الصفر هنا، صح كده؟ هتيجي هنا كده. طب والإيدج دي؟ الاي جي دي هترجع اوميجا 2، واوميجا 2 زي ما اتفقنا هي اوميجا سي زائد اوميجا ام، يبقى اكن دي هترجع اوميجا سي زائد اوميجا ام
يعني هتيجي هنا كده هتبقى ماينس اوميجا ام، يبقى كأن البلوك ده هحركه لقدام اهو زي ما احنا شايفين، وحركه لورا اهو هيبقى هو ده. تمام؟ اللي عملته في اللي عملته في الابر سايد بان هروح اعمله، اللي عملته في البلوك اليمين ده هعمله نفس الكلام في البلوك الايه الشمال ده. فالبلوك الشمال ده برضو هيروح يتشفت زي ما احنا شايفين باوميجا 2 قدام، فطبعا لما دي تروح تتجمع عليها اوميجا 2 هتبقى الاي جي دي عند الصفر اللي هي دي الترم ده البلوك ده. تمام؟ والترم ده بجمع عليه اوميجا 2 فيبقى اوميجا سي زائد اوميجا ام ناقص اوميجا سي، يبقى النقطه دي اسمها اوميجا ام، يبقى البلوك ده جه هنا. تمام؟ نفس الكلام باخده اشفته بعيد خالص باوميجا 2، يبقى الكلام ده هيبقى القيمه دي اسمها ماينس اوميجا 2 اوميجا 2، وبالتالي الترم ده النقطه دي اسمها اوميجا سي بالماينس، اما شفتها ماينس اوميجا 2 يبقى النقطه دي اسمها ماينس اوميجا 2 ماينس اوميجا سي. طيب اعمل ايه بعد كده؟ المفروض السيجنال اللي بعد ما عملت لها كونفوليوشن مع كوساين اوميجا 2 هعمل لها لو باس فلتر. طبعا اللو باس فلتر بيعدي الترددات النير زيرو، يعني المفروض ان ده مش هيعدي وده مش هيعدي، وبالتالي السيجنال اللي عدت عندك هي السيجنال دي بس، السيجنال دي بس هي اللي عدت. طبعا لما اقارن السيجنال دي بالسيجنال اللي انا اوريدي بعتاها اللي هي الام اوف تي بتاعتي اللي كان لها الشكل ده، لاحظ ان حصل هنا ايه؟ حصل تغيير في الشيب بتاع السيجنال، حصل سويب في اللوبز بتاعت السيجنال، صح كده؟ حصل ايه؟ سويب في اللوب، اللي في اليمين جه في الشمال والشمال جه في الايه؟ في اليمين، ودي عمليه عشوائيه اللي هي السكرامبلنج او عمليه الراندمايزيشن اللي بتتم على السيجنال عشان نقدر نعمل تشفير، نوع من التشفير في السيجنال. اتمنى تكون المساله واضحه، واتمنى تكون المحاضره مفيده، وفي اخر المحاضره اتمنى لحضراتكم التوفيق، وكل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.